تحفة، طعم تحفة بجد. ايه ده؟ بصوا مقرمشة ازاي؟ من الاخر حاجة عظمة يعني. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا هشام ودي قناة تركواز، واحنا النهاردة جايين عشان نوريكم ازاي تعملوا محل شاورما في البيت. اللي قدامي دي كلها هي المكونات اللي انا بستعملها في الشاورما. الشاورما ملهاش تتبيله ثابته، اي حد يقول لكم ان ديت هي دي التتبيله الاصليه او دي التتبيله الوحيده للشاورما فده اكيد بيضحك عليكم، لان انت في مليون طريقه وفي مليون تتبيله ممكن تستعملها في الشاورما، تمام؟ انا بستعمل الحاجات ديت، وبالنسبه لي الافضل طبعا اللي هي الاكياس تتبيله الشاورما الجاهزه، بس انا بفضل اعمل تتبيلتي بنفسي، لان في حاجات انا بحب ازودها شويه، في حاجات بحب انقصها، في حاجات بحب اشيلها خالص. خلاص نبتدي تمام. بالملح. بالمكونات الجافه عندي ثوم وبصل باودر، عندي ملح بس ملح مش كتير، معلقة صغيرة، وعندي بهارات مشكلة، وعندي فلفل اسود، وعندي بابريكا مدخنة، ومدخنة دي بتدي طعم للشاورما كده، تدخين طعمه بيبقى روعة جدا، وعندي كركم، وعندي هنا معلقة ثوم مهروس، الثوم المهروس برضو بيفرق في الطعم جدا، عندي علبة زبادي بس مش عارف هي ليه مرهقة كده شوية، تمام، وعندي هنا عصير نص ليمونة كبيرة، عندي دبس الرمان والصويا صوص، دولت بيفرقوا في الطعم جدا وكان بيدوني لون احمر كده انا بحبه في الاكل، واخر حاجه زيت الزيتون. نجيب بقى البوله الكبيره بتاعتنا، تمام. بس قبل ما نجيب البوله احنا عندنا هنا كيلو صدور فراخ متقطعه شرايح كده زي ما انتم شايفين، شرايح كبيره، تمام. ده كيلو صدور. نغسل ايدينا. خلاص ابدا انزل بقى المكونات بتاعتي في البوله. عندي اول حاجه علبه الزبادي، بعد كده انزل عليه بعصير الليمون، وعندي هنا الصويا صوص، وعندي دبس الرمان تقريبا احط نص معلقه، بعد كده زيت الزيتون هحط معلقتين زيت زيتون. زيت الزيتون عامة بيدي طراوة وبيدي طعم في التتبيلة ولا أروع من كده، فأنا هحط معلقتين. بعد كده عندي هنا الثوم المفروم، وعندي البهارات الجافة بتاعتي. أنا عن نفسي بحب أضرب الخلطة بتاعتنا كده بالخلاط بإيديا علشان يبقى كلها نفس الطعم، علشان لو انا حطيتها على الفراخ على طول بحس ان ممكن يكون في حتة من الفراخ مثلا فيها بابريكا زيادة عن حتة تانية، ممكن يكون فيها فلفل اسود زيادة او كركم زيادة، فانا مش بحب قوي الطعم دوت، فانا بحب الخلطة كلها اضربها وبعد كده احط عليها الفراخ، بتديني طعم لكل الفراخ نفس الطعم، فده شيء انا بحبه جدا، ويعني ايه جربوها وهتعجبكم. كده اضرب الخلطة بتاعتنا كويس. خلاص تمام. وعندي بقى هنا كيلو الفراخ بتاعتنا انزله، تمام، واقلب بقى كده كويس. اتاكد اهم حاجه وان احنا بنقلب ان كل الخلطه تكون لمسه الفراخ بتاعتنا، ان الخلطه تكون واصله للفراخ كلها. مش عايز اقول لكم يا جماعه الريحه خرافة خرافة بجد، كمان لونها الأحمر دوت. بعد كده في التسوية، يعني احنا هنعمل طريقة تسوية مختلفة شوية هتشوفوها، يعني ايه تبقى لون بعد كده في الآخر بقى في الفينش الأخير تحفة. خلاص هو كده الشاورما أو الفراخ بتاعتنا جاهزة، بس أنا بفضل إن أنا أسيبها لمدة يوم أو ليلة في التلاجة او اقل حاجة خالص 3 ساعات. خلاص تمام، حطها في التلاجة لمدة 3 ساعات وبعد كده نرجع نشوف هنسويها ازاي. تعالوا بقى نعمل التومية. التومية عامة ليها كذا طريقة وفي كل طريقة بتختلف المكونات بتاعتها، بس انا الطريقة اللي انا بستعملها ديت والمكونات ديت هي اقلهم تعقيدا، يعني ما فيهاش حاجات معقدة كتير، وفي نفس الوقت سهلة وسريعة وبتظبط معايا جدا طول الوقت. نبتدي بقى باكتر حاجة معقدة عندي
وهي الطبق اللي قدامي ده. الطبق اللي قدامي ده جبت طاسة وكوباية مية ومعلقتين نشا، اللي سبتهم حوالي دقيقتين على النار لغاية ما بقى شكلهم عامل كده، شكلهم كريمي جدا. ده نشا بمية بس، دي أكتر حاجة مؤقتة وأصعب حاجة في التومية بتاعتي يعني. عامة في كل وصفات الشاورما في حاجة واحدة مشتركة، وهي دي اللي بتخلي فعلا طعم الشاورما وقوامها بيفرق جدا، وهو الزيت. الزيت لازم يتحط يا دوبك سرسوب كده يفضل ينزل والشاورما بتضرب في المرحلة اللي هي الأخيرة خالص، هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتظبط أي شاورما. هي دي لو عرفتوا تظبطوها هتظبطوا الشاورما وهتبدعوا فيها جدا. خلاص تمام، نبدأ بقى بالمكونات بتاعتنا. عندي هنا معلقتين خل ومعلقة ملح والنشا احنا خلاص قلناه، وثلاث فصوص ثوم كبار ونص كوباية من المايونيز. تمام، عندي بقى هنا التركاية بتاعتي الخاصة، ودي التركاية بتاعت التركواز يعني، خدوها مني. هي المية بالتلحاجة، هنزل الثلاث فصوص ثوم بتوعي يتفرموا. الثوم نحط بقى عليه النشا بتاعنا، بعد كده انزل عليهم معلقة من الملح. بتاعتنا بتضرب كده، نبدأ نحط الخل بتاعنا واحدة واحدة. تمام، هنعمل دلوقتي بقى التركاية اللي بتظبط اي وصفة تومية، وهو الزيت. اهم حاجة الزيت ينزل بالراحة، والتومية بتاعتنا جوه والتوم والمكونات اللي احنا حطيناها بيتضربوا، بس اهم حاجة زي ما بقولك كده ان احنا ننزله بالراحة لغاية ما نلاقي القوام بتاعنا بدأ يمسك كده وبقى كويس. خلاص تمام، زي ما هتشوفوا دلوقتي. خلاص تمام، وهي بتتضرب كده برضو هنحط عليها شوية مية بتلج. تعالوا بصوا بعد ما حطينا المية بتلج القوام بقى شكله عامل ازاي. بصوا، ولا اجدعها تومية من احسن شاورما سوري موجود في مصر. خلاص تمام، دلوقتي بقى هنحط المايونيز بتاعنا. خلاص تمام، بعد ما حطينا بقى المايونيز نضرب. تمام خلاص، خلصنا التومية، نبدأ بقى نحطها في بولة كبيرة ونسيبها في التلاجة شوية. هي عامة لما تحط في التلاجة القوام دوت هيتقل أكتر من كده بكتير جدا جدا. خلاص تمام، يا أحسن ناس في الدنيا، أدي التومية أهي بعد تقريبا نص ساعة في التلاجة. بصوا بقى قوامها بقى عامل ازاي، كريمي ازاي وحلو ازاي. تعالوا بقى نعمل تلات صوصات بالتومية دي. طبعا أول حاجة لازم تكون تومية سادة يعني، أهي اول حاجه واسهل حاجه معايا هي التوميه، وهي توميه بس. دي بقى ممكن تاكلوها مع بطاطس، تاكلوها مع شاورما، هتعملوا بيها اي حاجه، وفعلا طعمها خرافه جدا. نعمل بقى تاني وصفه او تاني صوص معانا بالتوميه، هنحتاج بوله صغيره زي دي تمام، ومعلقتين كبار من الهريسه التونسي. الهريسه التونسي دي انا بعملها، بجيب فلفل احمر وتوم وبفرمهم مع بعض، بتبقى زي الهريسه التونسي بالظبط. لو مش هتعرفوا تعملوا الخلطه دي فانتوا ممكن تشتروا هريسه من اي سوبر ماركت، دلوقتي بقت موجوده كتير. تمام، احط معلقتين كبار علشان ديت للي بيحب الحراق. خلاص تمام، ومعلقتين كمان توميه. خلاص تمام، وابدا بقى اقلبها كويس. انا حاسس ان هي محتاجه، عايزها تبقى شطه اكتر من كده عشان دي بتبقى هريسه وكده، فانا هحط لها كمان نص معلقه من الهريسه واقلبها كويس. شكلها بقى احمر وحلو ازاي. مش عايز اقول لكم الوصفه دي بتفتح نفسي على الاكل جدا جدا جدا. وابدا احطها في طبق التقديم بتاعنا التاني. نيجي بقى لتالت وصفة معانا، وهي هنعمل التومية ومعاها دبس الرمان. برضو الوصفة ديت بتدي مزازة كده مع الأكل خرافة جدا. هنجيب بولة تانية صغيرة وهنحط عليها تقريبا معلقتين كبار من دبس الرمان، وحط بعد كده عليها معلقتين من التومية. ادي معلقة وادي المعلقة التانية، وأقلبها كويس. خلاص تمام، وابدا احطها
في طبق التقديم بتاعنا الأخير. خلاص تمام. وبعد كده احط عليها شوية دبس رمان كده خفيف. خلاص عملنا الثلاث صوص بتوع التومية، بقت عندنا تومية بس وتومية بالهريسة وتومية بدبس الرمان، تحفة جدا. تعالوا بقى نعمل الرز اللي احنا هنعمل بيه فتة الشاورما. خلاص تمام. انا عندي اول حاجة هنا تقريبا كوبايتين من الرز البسمتي. تمام. والرز البسمتي عامة طريقة سواه غير طريقة سواه الرز المصري، ان احنا هنا لو عندنا كوبايتين رز بسمتي فاحنا هنحط 4 كوبايات مية. خلاص تمام. يعني ضعف كمية الرز مية. وعندي هنا معلقة سمنة كبيرة، وعندي هنا حاجة أنا بجيبها من العطار طعمها حلو جدا جدا جدا، واكتشفت إنها موجودة عند كل العطارين، وهي خلطة الرز البسمتي ديت طعمها خرافة جدا وبتفرق في الطعم جدا. لو انتوا مش عندكم الخلطة ديت أو مش هتعرفوا تجيبوها ممكن تحطوا كاري والبهارات مشكلة من اللي انتوا بتحبوها. وعندي معلقة كبيرة من الملح، وعندي مكعب مرقة دجاج. أول حاجة بقى نعملها واحنا سايبين الحلة بتاعتنا تسخن كده، ان احنا ننزل بمعلقة الزبدة بتاعتنا تسيح، ننزل عليها بالزيت. خلاص تمام. واول لما تسخن معانا هننزل عليهم بالرز بتاعنا. تمام. ونبدأ نقلبه كده. خلاص تمام. اول ما نحط الرز كده مرقة الدجاج بتاعتي انزلها. اول لما خد بتاعنا اول لما الرز بتاعنا خد تشويحه كده ننزل بقى عليه بالبهارات ونديله كمان تقليبه حلو. خلاص تمام. اول لما اديناه كده التقليبه بقى ننزل عليه بالميه. خلاص تمام كده الرز بتاعنا خلاص خلص. اول لما يغلي هنوطي عليه النار وهنغطيه ونسيبه تقريبا حوالي من 1/3 ساعة لغاية 25 دقيقة، وبعد كده هوريكم النتيجة في الاخر بقت عاملة ازاي. بعد 25 دقيقة على نار هادية خالص هوريكم دلوقتي بقى شكله ولونه مفلفل ازاي. بصوا حاجة مفلفلة جدا، بقى مفلفل ازاي بصوا، ومش معجن، مفيش اي حاجة لازقة في التانية، حاجة تحفة جدا جدا جدا. حقيقي 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 انا بحب جدا الرز البسمتي بالخلطة اللي انا بعملها ديت. هنعمل فتة شاورما خرافة، انتظروها بقى في الاخر بقى كده لما نحطها مع الحاجات اللي احنا هنحطها على الفتة ديت، هتدعوا لي جدا. يلا بينا بقى نعمل مقبلات سورية. انا مش عارف بقى اسمها مقبلات ولا اسمها ايه، بس انا شفتها عند كذا حد سوري وبيبقى طعمهم خرافة جدا. خلاص تمام. هنعمل نوعين واتمنى طبعا ان هم يعجبوكوا جدا عشان انا بحبهم، وبرده ايه تفرق جدا في الطعم معايا، ومع الشاورما كده طرحنا ايه هنفتح مطعم شاورما في البيت يبقى لازم دولت يبقوا موجودين. عندي هنا تقريبا 8 كيلو من الجبنه ملح خفيف. هو انا عامه يعني سمعت من كذا حد سوري ان هي بتعمل بجبنه كريمي، بس انا جربتها بالجبنه الكريمي ما عجبتنيش زي ما عجبتني بالجبنه الملح الخفيف دي. خلاص تمام. وعندي هنا كيس زعتر، ده زعتر وكده وفي خلطه بيبقى طعمه خرافه جدا، موجود يعني عند اغلب العطارين. ايه انزله على الجبنه الملح الخفيف بتاعي. بعد كده بقى انا عندي هنا نعناع ناشف. النعناع الناشف ده بقى بيفرق في الطعم معاها جدا. خلاص تمام. انزل كده ايه شويه من النعناع الناشف. وعندي بقى اكيد طبعا زيت زيتون، نحط كده زيت زيتون حبه حلوين. خلاص تمام. وابدأ بقى اضرب الخليط ده كله مع بعضه. مش عايز اقول لكم يا جماعة الريحة عاملة ازاي، والريحة دي بتجنني حرفيا. بس الريحة دي بقى بعد كده لما نحطها في الساندوتش وبعد كده على النار، الريحة دي هتتضرب حوالي 7 أو 10 مرات، هتبقى يعني البيت كله ريحته زعتر بالجبنة بزيت الزيتون والنعناع. في ناس بتحط ليمون، بس الليمون بيخليها لازعه قوي معايا، فانا بحب قوي اعملها كده من غير ليمون، بالخلطه ديت بتبقى طعمها خرافه. ادي كده شكل الخليط بتاعنا بعد ما قلبناه. نجيب بقى العيش ونفتحه ونوريكم هنعملها ازاي. خلاص تمام. نجيب بقى عيش شامي زي كده ونفتحه عادي. خلاص تمام. فتحناه كده نبدا بقى نحط طبقه من
خليط الجبنة اللي احنا عملناه ده. هو انا عامة انا مش متأكد ديت سوري او لبناني، ولكن انا دقتها اول مرة في محيري سوري، فعلشان كده بقيت بسميها مقبلات سوري. ولسه في برضو حاجة تانية هنعملها، نوع مقبلات تاني هتعجبكم جدا. فيا ريت اللي عارف ان ديت دي بقى لبناني او سوري او من اني بلد بالظبط او ايه اصلها او حتى ايه اسمها الاصلي، يا ريت يكتبولي تحت في الكومنتات. بقى دي بقى اللي جايه ديت تركانه من عندي، بس من التركواز انا ما شفتهاش في اي حته تانية، ان احنا هنحط عليها جبنه موتزاريلا. عامه الجبنه الموتزاريلا ما بيكونش ليها طعم قوي او طعم قوي زي الجبنه الشيدر، بتبقى لايت شويه في الطعم بتاعها، فهتديني شده كده مع لما تتحط على النار، هتبقى حاجه حلوه جدا. تمام، نحط موتزاريلا، نقفلها بقى كده بالرغيف التاني ده، ويحطها في طبق وهوريكو بقى هنسويها ازاي. تعالوا بقى نعمل تاني نوع من انواع المقبلات اللي احنا هنعملها. هنجيب عيش عادي زي الشام اللي احنا جبناه الاولاني، ونفتحه برضو كده نصين. عندي الهريسة بتاعتنا، وعندي دبس الرمان، وعندي التومية. اول حاجة كده هجيب معلقة حلوة من التومية واحطها على الساندوتش بتاعنا. بعد كده بقى اللي بيحب الحراق هتعجبه قوي، عندي هنا الهريسة، ابدأ احط ايه معلقة كده منها. خلاص تمام بقى. واخر حاجة وهي دبس الرمان، هتديني طعم لاذع في الساندوتش ده، تحفة جدا. ايه، نوزع كده كل الحاجات اللي احنا حطيناهم دولت مع بعض. خلاص تمام. بعد كده بقى نقفل عليه بالعيش بتاعنا كده. تاني واحد بتاعنا يبقى جهز، بس ناقص بس ان احنا نسوي السندوتشين اللي احنا عملناهم. اول حاجة هنعملها على طاسة زي كده سخنة، نحط عليها زيت زيتون. عامة سندوتش الجبنة بالزعتر دوت، انتوا قدامكم حلين، يا اما تستمتعوا بطعم زيت الزيتون في الاكلة بس مش هتقرمش جامد، انما يا اما تحطوا زيت زيتون كمية قليلة وهيقرمش معاكم، بس انا عشان بحب طعم زيت الزيتون في العيش ذات نفسه فهحط زيت زيتون، ومش مهم عندي القرمشة اوي. خلاص تمام، وحط كده السندوتش ولغوصه بزيت الزيتون، وبقى بعد كده اقلبه على الوش التاني. بعد كده اقفل عليه بطبق زي كده واسيبه تقريبا كده على كل وش دقيقة ولا حاجة. شوف بعد اول دقيقة على اول وش بقى شكلها عامل ازاي. يلا بسم الله. اوبا 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 اوبا، طعم الطعم يعني لسه ما دوتهاش اصلا، الريحة واللون يعني حاجة وهم وهم بجد. نسيب بقى الوش التاني يتحمص كده وياخد لون تاني، برضو نقفل عليها بالطبق بتاعنا. أوه، ريحتها ريحتها حلوة جدا، ريحة زيت الزيتون مع مع الزعتر مع النعناع كمان، خرافة. خلاص تمام، بعد دقيقة كمان على الوش التاني، تعالوا بقى نشوفها بقى شكلها عامل ازاي. اوه ماي جاد، لا 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 رهيب قوي. على نفس الطاسة اللي احنا بقى كنا بنعمل فيها بباقي زيت الزيتون، الساندوتش التاني ده اللي احنا حطينا فيه الهريسة مش بيحتاج زيت زيتون كتير زي الجبنة بالزعتر، فاحنا هنحطه وهنقفله برضو بالطبق بتاعنا على دقيقة على كل وش، وهوريه لكم في الآخر بقى شكله عامل ازاي. تمام، بعد طلعناهم من على النار اهمت، بصوا بقى بقوا حلوين، ده مقرمش جدا، وده طعم العيش بزيت الزيتون، يعني أنا بعمله دايما بيبقى طعمه خرافة جدا. تعال نقطعه، نقطعه كده بأي قطعة. خلاص تمام، بصوا الجبنة طعمه تحفة، طعمه تحفة بجد. ايه ده، واو. نشيلها بقى ونحطها في طبق بتاعنا اللي ناقص حتة اللي انا اكلتها. تحفة. تعالوا بقى نقطع الحراق بتاعنا. طبعا الحراق ده مقرمش، ما كانش فيه زيت كتير في الطاسة، فحاجة تحفة جدا. هي دي الحراق بتاعنا، وادي نوعين من المقبلات بتاعتنا خلصوا. بس تعالوا بقى نشوف احنا هنزينهم بايه.
احط ايه شويه هريسه كده لونهم احمر عشان اعرف ان ده اللي بياكله، اعرفه ان ده واد حراق. نعناع المتبقيين بتوعي وابدا ارشهم عليه كده على الوش. وكده احنا اول طبقين مقبلات سوريه خلصوا معايا، واتمنى ان هما يكونوا عجبوكم. ادي الشاورما بتاعتنا اهي بعد 3 ساعات في التلاجة. انا سبتها 3 ساعات عشان احنا بنصور وكده، بس انتوا احلى حاجة تسيبوها لمدة ليلة كاملة في التلاجة، هتفرق جدا في الطعم. وبقى الخلطة دي والفراخ هتشرب الخلطة بطريقة رهيبة جدا. بس احنا في نفس الوقت وانا بوريك الفراخ انا مسخن الطاسة هنا. خلاص تمام، ادي الفراخ اهي بتاعتنا. ابدأ بقى احط زيت نباتي احط بقى الشاورما واحده واحده، ما احطش الكميه كلها. ليه؟ علشان اول حاجه مش عايزها تشرب مش عايزها تنزل الميه بتاعتها، وعايزها تستوي كده كويس. وكده كده احنا ايه هندخلها تاني في الفرن اهو كده. اهم حاجه بقى ما نفضلش نقلب فيها كتير. خلاص يا جماعه كده الشاورما على كل وش تقريبا اخدت من 3 ل 4 دقايق وهي كده جاهزه. بس انا هحطها في صينيه زي ديت علشان بعد ما تستوي كده احطها في الفرن تاخد وش ولا اجمل من كده. خلاص نشيلها ونحطها في الصينيه بتاعتنا. عامه بقى الطريقه اللي انا بقول لكم عليها في التسويه دي ان احنا نحط الشاورما واحدة واحدة، دي بتخلي الشاورما ذات نفسها متماسكة مش ناشفة، وفي نفس الوقت مش المية بتاعتها مش بتنزل، فبتبقى حاجة ولا أروع. سوينا الشاورما بتاعتنا كلها على الطاسة، مش عايز أقول لكم ريحتها وطعمها تحفة جدا جدا جدا. بس مش هكذب عليكم، لونها لسه مش حلو قوي وشكلها مش حلو قوي. فأنا علشان أخليها شكلها زي بتاع المحلات بعمل ايه، بحطها في الشوايه بتاعت الفرن تقريبا 10 ل 12 دقيقه بتديني اللون اللي انا عايزه. كمان احنا حاطين صويا صوص وحاطين دبس رمان، فده بيدي لون احمر كده، فمع الشوي بتاع الشوايه بتاعت الفرن هيبقى طعمها طب جدا. هنحطها دلوقتي 10 دقايق في الفرن وهتشوفوا بعد كده شكلها بقى عامل ازاي. خلاص تمام، تعالوا بقى نبدأ نكون السندوتش الشاورما بتاعنا الخطير جدا. اول حاجة هنعملها ان احنا هنجيب معلقة تومية كده حلوة ونحطها على السندوتش بتاعنا بقى حلوة، ونجيب بقى معلقة كمان من الشاورما المتحمصة اللي ريحتها تحفة قوي بتاعتنا. معلقة شاورما. بعد كده انا عندي بطاطس انا عاملها حلوة قوي، احط كده كام بطاطسايه على الساندوتش. خلاص تمام، وعندي بقى هنا طبعا ساندوتش شاورما سوري يبقى لازم خيار مخلل. وبقى عندي ريفت هنا هيديني لون تحفة جدا مع الساندوتش بتاعي. احط كده دي واحدة، ادي كده اتنين، ادي كده تلاتة. اعلمكم ازاي تقفلوا ساندوتش الشاورما. هو كده خلاص، انا بس تانية صغيرة وحطيت عليه الانجريدينتس بتاعتنا كلها. بعد كده هجيب ده كده، النص اللي هنا ده كده اقفله، والنص اللي هنا ده كده اقفله. هنا هنا كده اضمن ان الساندوتش بتاعي مش هيتفتح ابدا. خلاص تمام، بعد كده اجيب بقى من هنا كده وابدا اقفله. بس واحنا بنقفله نتاكد ان احنا بنقفل من اليمين ومن الشمال معانا اهو كده نقفله. وعند الطرف كده هاجيب ظهر معلقه التوميه واحطها، احط كده شويه توميه هنا علشان الساندوتش بتاعي يقفل. خلاص تمام، تعالوا نعمل واحد كمان. هنقفله كده نص تانيه صغيره من النص احنا عملناها. بصوا لونها يا جماعه من القرمشه، هي مقرمشه جدا ومحمصه من الاطراف او من بره، بس من جوه طريه جدا عشان احنا ايه حطينا الزبادي. الزبادي مديلها طراوة من جوه جدا.
خلاص تمام، وابدا افردها كده. خلاص تمام، ونقفل من الجناب كده كده ونقفله كده. طول ما احنا بنقفل عليه لازم نفضل ايه نعمل فيه كده كده كده، اسمها ايه، نضغط عليه كده، نضغط عليه كده عشان يبقى ايه متماسك معانا. وفي الاخر ما ننساش التوميه اللي بتقفل لنا الساندوتش. بس كده هنسويهم بقى وهنوريكم ازاي بنسويهم. خلاص تمام، تعالوا بقى نسوي الساندوتشات الشاورما بتاعتنا. ادي معانا هنا ساندوتشين وخلاص تمام، وعندي هنا الصينيه وباقي الشاورما اللي احنا عملنا بيها الساندوتشات وعملنا بيها فتله الشاورما. انا بحب اعمل حركه حلوه قوي، بس قبل ما اقول لكم ايه هي الحركه، انا عندي هنا طاسه وحاطط عليها شويه زيت ومستنيها تسخن. خلاص تمام، انا بجيب الساندوتش كده وبحب اغمسه قوي في الشاورما كده وفي الصوص اللي طالع منها كده واللي نازل منها كده 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 كده. ده بيديها بقى طعم ولون خرافه جدا للعيش ذات نفسه. خلاص تمام، واحطه كده واعمل التاني نفس الكلام. خلاص تمام، واجيب نفس الطبق دوت واقفل عليه على سندوتشات الشاورما بتاعتي. خلاص تمام، بصوا بعد ما اهي بعد ما حطيناها في الطاسه شويه، بصوا مقرمشه ازاي، مقرمشه على الاخر. تعالوا بقى نقطعها لحتت متساويه. بصوا الجمال. نبدأ بقى نرصها في طبق التقديم عندنا. بصوا الألوان، خلاص تمام. خلاص تمام، تعالوا بقى نعمل او نكون طبق فتة الشاورما بتاعتنا. طبعا الرز احنا خلاص خلصناه، طعمه مفلفل على الاخر. تمام، نبدأ بقى ايه نحطه في الطبق بتاعنا كده وهو سخن وجميل. خلاص تمام، الرز بتاعنا احنا حطيناه، تعالوا بقى نحط ايه الشاورما. الريحة يا جماعة والطعم خرافة جدا. عندي بقى هنا عيش انا محمصه، ابدأ ارصه على الاطراف بتاعة الشاورما. خلاص تمام، وعندي هنا اللوز، احط كده ايه شوية لوز كده صغيرين. وطبعا علشان الريحة تكمل معايا انا عندي هنا زر ورد. زر الورد ده بقى مع الحاجات دي كلها هيدي ريحة خرافة. نحط ايه كده اتنين تلاتة بالكتير كده. طبق فتة الشاورما معايا بقى جاهز. بس نحط تومية ونحط تاني اللوز بتاعنا. نحط بقى لوز كتير، احب اللوز عامة فاحط كتير. وكمان زر الورد مع الحلاوة. بصوا الجمال، حاجة من الآخر، حاجة عظمة يعني. خلاص خلصنا ازاي نعمل محل شاورما في البيت. اظن ان احنا ادينا لكم كل التريكات وكل الحاجات اللي اي محل شاورما موجود في مصر او موجود في اي حتة ممكن يعملها علشان يطلع احلى فتة شاورما وسندوتشات شاورما. وعندي هنا المقبلات اللي هي الجبنة بالزعتر، وعندي السندوتش الحراق دوت اللي هو دبس الرمان والهريسة والتومية، وحاجة روعة روعة جدا جدا جدا. أتمنى إن الحاجات دي كلها تعجبكم وتجربوها، وأتمنى تقولوا رأيكم فيها تحت في الكومنتات، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة.